مشاهدينا، رجعنا لحضراتكم تاني بعد الفاصل. برحب بيك مره تانية يا كابتن. في الفقره دي بقى معايا ثلاث كروت. كارت اصفر بتدي انذار لمين في الوسط الرياضي بشكل عام؟ بدي انذار لمين؟ انذار اصفر. كارت اصفر. بدي انذار لفريقنا ان احنا داخلين على مرحله صعبه ومرحله مهمه جدا في الفتره الجايه بتاعت الدوري. نخلي بالنا ونركز، الفتره الجايه هتبقى صعبه جدا، الماتشات هتبقى مضغوطه، لازم نوصل لاحسن حاجه لينا في الفتره اللي احنا فيها دي. كارت احمر بتطرد ظاهره ايه من الملعب؟ التعصب والعنف اللي احنا فيه. يعني التعصب الفتره الاخيره دي زاد، بالذات في مصر هنا وبره مصر. بالذات احنا بنقابل الموضوع العنف ده في افريقيا بشكل كبير جدا. اي فرقه بنروح نلعبها بره بيبقى الموضوع صعب بالنسبه لنا يعني، وبنعاملهم هنا احسن معامله بس بنطلع نتعامل هناك اسوء معامله يعني. كارت اخضر بتدعم ايه في الرياضه بشكل عام وحاجه نفسك تحققها؟ بدعم ان احنا دايما نحب بعض ودايما نحافظ على بعض اكتر، يبقى في روح رياضيه بيننا وبين بعض كلنا. ما بحبش انا حد يشوف حد مثلا ويتنمر عليه، يشوفه مثلا بيعمل حاجه مش عاجباه بتاع، ما بحبش انا الاسلوب ده. نحافظ على بعض ونحب بعض، احنا طبعا موجودين في الدنيا دي عشان نعبد ربنا كويس، ومحدش يتريق على حد لان مفيش حد بيختار شكله ولا اسمه ولا مكانته، ودي حاجه مهمه جدا يعني.